صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهوان. النهارده ان شاء الله هنعمل شويه تمارين خاصه بالانسينيتي، نقدر نحرق بيها شويه كالوريز على الصبح ونعلي الهارت ريت ونبقى مبسوطين واحنا نازلين والدم ماشي في عضلات جسمنا كلنا. ونبدا بجامبين جاكس. يلا هوب 1 2 3 4 5 6 7 8 تاني 1 2 3 4 5 6 7 8. التمرين التاني، ها حط رجلي على الستيب، رجل الشمال طبعا كابتن احمد من غير ستيب، للي عنده مشكله في ركبته او في الكالفز يشتغل من غير ستيب، ما فيش اي مشكله. يلا ريدي ستيدي جو هوب 1 2 3 4 5 6 7 8 بدل، ها 1 2 3 4 5 6 7 8. اخد نفس تحت فوق تاني تحت، رجلي الشمال على الستيب، هعمل جامب وابدل رجلي هوب 1 2 3 4 5 6 7 8. كمان مرة 1 2 3 4 5 6 7 8. نفس تحت فوق نفس يلا. وانا واقف هعمل بوش برجلي وهي مفروده 1 2 3، ايدي شغاله معايا 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. نفس انفخ تحت، نفس تاني انفخ تحت. ممكن نعيد تاني نفس التمارين تاني مرة تانية، نعملها مجموعة تانية تاني. رجل الشمال على الستيب هوب 1 2 3 4 5 6 7 8. شمال 1 2 3 4 5 6 7 8. تخش على التمرين الثاني، رجل الشمال ابدا برجل الشمال على الستيب، ها ابدل هوب جامب 1 2 3 4 5 6 7 8. تاني 1 2 3 4 5 6 7 8. نفس فوق انفخ تحت، تاني نفس انفخ تحت. هعمل بوش برجلي يمين شمال هوب 1 2 3 4، ايدي شغاله معايا 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7. ستوب، نفس ثاني بالراحة انفخ تحت بالراحة فوق تاني، اخد نفس انزل تحت بالراحة بسيط. وبكده نكون عملنا تمارين جديدة نحرق بيها دهون اكتر، والمرة الجاية يبقى فيه تمارين جديدة وكلام في الرياضة اكتر.